الموضوعات المطروحه على اجنده اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي النهارده. كل التحيه ليك يا احمد، كل التحيه ليك يا ساره، وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي هنا في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، كثير من الامور تم مناقشتها، الاجندات المطروحه اللي كانت تم طرحها في هذا الاجتماع، والكثير والكثير من هذه القرارات سواء من ناحيه المشروعات ومن ناحيه تقدير النادي الاهلي للعاملين بالنادي الاهلي والكثير من الامور. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء دكتور شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس اداره النادي الاهلي. دكتور، خالص تحيات احمد سمير وساره محسن وكل جماهير ومشاهدي النادي الاهلي، حطنا في الصوره وكلمنا على القرارات والاجندات اللي كانت مطروحه النهارده على اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي. اهلا بك يا فاروق، اولا اشكرك شكرا جزيلا وكل العاملين في قناه النادي الاهلي. خليني في البدايه اوجه التحيه لزميلي العزيزين، الصديق طبعا العزيز احمد سمير وساره محسن وبرنامج السادسه الحقيقه المتالق منذ انطلاقه قناه النادي الاهلي في ثوبها الجديد. كل التحيه الحقيقه للقائمين على اداره القناه وشركه لايف وشركه سادات القبضه. الحقيقه الصوره العظيمه والمحتوى اللي شفناه في قناه النادي الاهلي يؤكد أننا نستطيع أن نرى الحقيقة محتوى كبير يليق بالإعلام أولا ثم يليق باسم النادي الأهلي ثانيا، فكل التحية لجميع العاملين في قناة النادي الأهلي، كل التحية كمان لجمهور النادي الأهلي العظيم، أعظم ما يملك هذا النادي العريق الحقيقة هو جمهوره، وهنيئا لهم بهذه المنصة الإعلامية وهذه الشاشة المتميزة. خليني أقول لك النهاردة الحقيقة يوم آخر من أيام النادي الأهلي، يوم فارق من هذه الأيام، هو ليس فقط اجتماع دوري لمجلس إدارة النادي الأهلي بينعقد اليوم في مقر النادي في مدينة نصر، ولكنه هو يوم آخر شاهد على مزيد من الإنجازات. الآن أو بعد دقائق يعني سيتم افتتاح البوابة الثانية بمدينة نصر، بالإضافة إلى التطوير الهائل اللي حدث بملاعب الأكاديمية للاعبين الصغار والنشأ. الحقيقة كانت هذه الملاعب تستوعب 2000 لاعب، الآن تستوعب 4000 لاعب. تم استخدام الحقيقة كل التقنيات والطرق الحديثة في إنشاء الملاعب للحفاظ على سلامة اللاعبين الصغار، وده بيأتي في إطار خطة ممنهجة وضعها النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب منذ توليه زمام الأمور قبل سنوات. مجلس الإدارة النهاردة الحقيقة ملتئم من حوالي 3 ساعات برئاسة الكابتن محمود الخطيب لمناقشة العديد من الأمور، وخرجت عنه مجموعة من القرارات. أهم هذه القرارات الحقيقة هو أنه مجلس الإدارة وافق على الدراسة المقدمة بإعادة الهيكلة الخاصة بالعاملين والموظفين في النادي الأهلي. هناك انحياز من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب للعاملين والموظفين، ويمكن هم الفئة المنتمية إلى النادي اللي ربما تكون مرتباتهم ليست بالشكل الكبير زي باقي الحقيقة القطاعات الأخرى، فكان الكابتن محمود الحقيقة حريص ومجلس الإدارة على إعادة الهيكلة، ترقية عدد 144 موظف في أكبر حركة ترقيات الحقيقة وعلاوات لم تتم منذ يوليو 2017، يعني من أكثر من 3 سنوات، رغم الظروف الاقتصادية اللي العالم كله بيعيشها ومصر بتعيشها في ظل الحقيقة جائحة كورونا، ورغم توقف النشاط الرياضي وتوقف كثير من طرق التمويل والموارد، إلا أنه مرة ثانية ومرة ثالثة مجلس إدارة النادي الأهلي بيضرب المثل في كيفية الحفاظ على البعد الاجتماعي وتقدير الناس الحقيقة. خليني أقول لك فاروق كمان كلمة معبرة جدا، حرص الكابتن محمود الخطيب النهارده وهو بيمضي على هذا القرار انه يوجهها للعاملين في النادي الاهلي تقديرا منه ومن مجلس الاداره لكل الجهد المخلص اللي بيتم. كابتن محمود الخطيب نصا وبخط ايده على فكره هذه الكلمه الحقيقه انا حصلت عليها، بيقول فيها لجميع الساده العاملين في النادي الاهلي، بيقول لهم الكابتن محمود الخطيب انتم جزء هام من نجاح النادي الاهلي ومنظومته، ومجلس اداره النادي الاهلي يتقدم دائما لكم بكل التقدير، وانه هذا جزاء من يعمل دائما بحب وانتماء للنادي الاهلي، مع دعواتي لكم بالتوفيق والنجاح امضاء محمود الخطيب. الحقيقه دي واحده من اهم القرارات اللي اتخذت النهارده في مجلس الاداره، وحضرتك عارف ان هيكون لها تأثير وانعكاس على أداء العاملين المنتمين إلى هذا المكان. عندنا كمان سريعا مجموعة من القرارات، منها توفير المركز الرياضي في المعادي وأيضا استاد القاهرة لتدريب الحقيقة فرق ألعاب القوى بالنادي، ده ليه؟ لأنه الحقيقة أنه الملاعب بتاعتهم الموجودة في مدينة نصر الآن
في انشاءات ضخمه جدا بتتم، وبيتم انشاء جراج سطحي ليسع عدد كبير من السيارات ربما تاتي على حساب قدر من هذه الملاعب. فحتى اعاده تجهيز بعض الاراضي الموجوده في مدينه نصر لفرق العاب القوى، فعلى طول كان قرار مجلس الاداره باستئجار الملاعب في المركز الرياضي في المعادي وايضا في استاد القاهره. كمان مجلس الاداره النهارده وافق على تجديد التعاقد مع المحترف في الفريق الاول لكره السله ألكسندر يونغ. كمان تم تجديد التعاقد مع عدد من لاعبات الفريق الاول لكره السله زي دينا عمرو وفريده وائل ونهى شتا وسلوى هارون وثريا محمد ورنا نبيل. اخيرا تم تجديد التعاقد ايضا للاعبتين مهمين جدا في الفريق الاول لكره الطائره، هم آية الشامي وفريده العسقلاني. يعني في حاله من الاستقرار والنجاح والتقدم في النشاط الرياضي للنادي الاهلي بشكل عام على كل المستويات. انت شايف فاروق الثوره الانشائيه اللي حاصله الحقيقه في مقر النادي في الجزيره وفي مدينه نصر وفي فرع ايضا في الشيخ زايد، بالاضافه الى الفرع الجديد اللي بدات الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه الان تعمل عليه وان شاء الله ينتهي في خلال عام موجود في التجمع الخامس. الخطة مستمرة، الإنشاءات مستمرة، كل ما يرضي جمهور النادي الأهلي وأعضائه ومحبيه إن شاء الله سيجدوا منه المزيد خلال الأيام القليلة المقبلة وأيضا خلال الشهور القادمة. دكتور شريف، عايز استغل وجود حضرتك برضو نتكلم على بعض الامور اللي تم طرحها في الفتره الاخيره عن مؤمن زكريا ومخاطبه النادي الاهلي لوزاره الشباب والرياضه. حطينا في الصوره اكتر بخصوص مؤمن زكريا. شوف، النادي الاهلي عنده منهج ومجلس اداره النادي الاهلي انه ابناؤه المخلصين، وحط تحت المخلصين دي والمنتمين اكتر من خط، يعني ليهم مكانه خاصه، النادي الاهلي بيقدرهم ايما تقدير، فما بالك اذا كان في كمان حاله انسانيه تستوجب ان النادي يقف جنب ابن من ابنائه، وده نهج الكابتن محمود الخطيب الحقيقه. مؤمن زكريا هو بيعتبره ابن من ابنائه، من ابناء النادي الاهلي. مؤمن مش مسجل في القائمه، وبالتالي طبقا للقانون واللوائح، لان انت مؤسسه يعني ماليه بتخضع لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات، وزاره الماليه، كل الاجهزه الرقابيه، عندك لوائح بتتحرك في حدودها وفي موافقات ماليه لازم الجهه الاداريه اللي هي في هذه الحاله المجلس القومي للشباب او وزاره الشباب والرياضه تمنحك هذه الموافقات. مؤمن بيمر بظروف صحيه صعبه للغايه. كل أمنياتنا الطيبة ليه بالشفاء. تكاليف علاجه باهظة الحقيقة، وبيحتاج إلى علاج خارج مصر. كان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أنه لا تخلي عن مؤمن بغض النظر عن أنه مقيد في القائمة أو مش مقيد. الحقيقة مرتين تم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة من قبل مجلس الإدارة للحصول على دفعات لمساعدة اللاعب في علاجه. الحقيقة نظرا لأنه العلاج بيتكلف أكتر، كان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بمنح مؤمن قيمة تعاقده، مش بس دفعات كان في مرة 650,000 ثم 650,000، لا، قيمة التعاقد المجلس الإدارة قرر أن هو يمنحه لمؤمن. بس الحقيقة ده مش قرار مجلس الإدارة ولا حتى الجمعية العمومية، ولا لأنه اللوائح بتمنع ده والقانون بيمنع ده، لازم موافقة الجهة الإدارية اللي هي وزارة الشباب والرياضة. فكان الخطاب الحقيقة العظيم من الكابتن محمود للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للموافقة على هذا الأمر. كلنا ثقة أنه الدكتور أشرف صبحي سيوافق الحقيقة والجهات المعنية في وزارة الشباب على صرف هذا المبلغ اللي هو قيمة تعاقد مؤمن زكريا اللي استكمل بيه علاجه، وعشان نشوفه إن شاء الله سليما معافى، يعني نجما بإذن الله في ملاعب كرة القدم مرة أخرى. ده نهج النادي الأهلي ولن يتخلى عن ابن من أبنائه. يعني دكتور شريف، يعني هسأل أحمد سارة لو في أي سؤال أو أي استفسار للدكتور شريف فؤاد نطرحه أنا معاكم، لو في أي استفسار نطرحه على الدكتور شريف فؤاد. إحنا طبعاً بنشكرك شكراً جزيلاً، بنشكر دكتور شريف، وأعتقد إنه إذا كان الوقت يسمح في كتير من القضايا والملفات اللي محتاجينه يشرفنا فيها في السادسة نناقشها بكل تفاصيل قدام جماهير النادي الأهلي على الهواء. بشكرك شكراً جزيلاً، وأرجوك توجه الشكر للدكتور شريف فؤاد المتحدث الإعلامي باسم النادي الأهلي. حقيقة يمكن